بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض عندي حاجة بتاعت حضرتك أنا مش عارفة إزاي لحد دلوقتي أنا لسه ما رجعتهاش. طب بالليل قلتي مش جعانة ودلوقتي كمان مش هتاكلي حاجة؟ صدقني يا بابا ماليش نفس، المهم بس أنت تاكل كويس علشان خاطري. كلي أي حاجة. لا لا وحياتك مش قادرة، أنا قاعدة معاك بس علشان ما تفطرش لوحدك ونس. يعني أنت قلتلي يانا يا الشغل، رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش في كلامي يا جليلة، لكن حسيت إن لو لسه بتخيرني بين الاثنين ده ما يخليش في بالنا كلام. سيبي ده وروحي هاتي بقيه الاكل عشان هفطر واحسك عينك بابا يعرف ان انا اكلت بعد ما مشي. لو سالك قولي له دموازيل نبيله ما حطتش لقمه في بقها من امبارح، فاهمه؟ ان شاء الله تخرج ويسيبوها في حالها. انت فكرك يعني حتى لو خرجت هيسيبوها في حالها؟ مش بعيد ينطوا لها كل شويه ولا يحطوا لها مخبر يدبقها في الرايحه والجايه ولا يراقبوها في المكان لحد ما يتاكدوا ان ما وراهاش حاجه كده ولا كده. نيالنا كريمة قبل تساعدني مع نادزا فيها تبلش شغل من بكرة. اتفقنا أنه بتضل طول اليوم مع نادزا لوقت ما تنام، وإذا أنا وياك شي نهار بدنا نروح نسهر فيها تنام هون. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وأنا رضيت أقابلك النهاردة مش عشان نتكلم ولا نتصالح، إنما عشان أقولك نصيبك مش هنا يا سعادة البيه. مين قال أنا رح ننام؟ إلا إذا أنت تعبان، بس أنا بقول فينا نكمل سهرتنا بالغرفة. ممكن توطي صوتك شوية؟ كنت قلت لحضرتك إن في حاجة أنت ناسيها معايا.
طمني يا دكتور. مش عايزك تقلقي، العمليه عدت على خير وكلها كام ساعه بفوق. يعني هو كويس جدا، انا بس عايزه يبات هنا يومين عشان اعرف اطمن عليه بنفسي، بعدها هيروح ويرجع لحياته الطبيعيه بالتدريج. كتر الف خيرك يا دكتور، ربنا ما يوريك حاجه وحشه ابدا في حد بتحبه. متشكر على اذنك. هو في حاجه ولا ايه؟ انت عديت على صوفيا وانت جاي؟ ما تبصليش كده زي ماما بقى. حاضر. لا ما عدتش عليها، نزلت متاخر. هو حصل لها حاجه جديده؟ الظاهر كده. امبارح شفتها كان شكلها، انا عمري شفتها كده، حتى لما رحت لها الاسم ما كانتش عامله كده. ما عرفتش اعدي عليك بالليل عشان اقول لك تروح لها. الدرجه دي؟ ممكن لو سمحت تعدي عليها تطمن بس. انا رحت لها الصبح بس ما كانتش لسه فتحت. طيب هعدي عليها. امتى؟ بالليل يا عزيز لما تخلص الشغل عشان اعرف اتكلم معاها وافهم مالها. يا علي انا مش عارفه اتصرف عشان خاطري يساعدني. انا عارفه اللي انا بطلبه منك صعب بس انا لازم الاقي حد غيره. هكلمك بعدين. شو عم تعمل؟ التليفون كان بيرن وعلى ما جيت ارد كان قفل بس ما كانش ترنك. بيكون فريد عم يتلفن من المستشفى. هلا برجع بحكي. تعال نقعد جوا نبيله. مش تساليني حنشرب ايه؟ تا سيرفوز اي ستوبيد اكزاكتومون كوم لا ميان. انا مش خدامه. قصدي انه اما حضرتك حكيتي لي عن شغلي هنا كان اني اساعدك مع ناديه، مش ان ضيوفك يطلبوا ان انا اخدم عليهم. انتي اتجننتي. روقي شوي نبيله، ما بيصير شيء اذا عملت لنا شاي مثل عند صوفيا. هاكل ناديه واعمله. هي بتعرف خمسة؟ طريقه حكيها وكلامها بيقولوا انها معلمه وكانت بتشتغل عند ناس أجانب وتعلمت لها كلمتين وعشان كده شايفة نفسها. أنت مش طايقتيها من الأول. لأنها واخدة عليكي بزيادة من وقت ما كانت عند صوفيا. أنا بدي وحدة شاطرة ونظيفة. هلأ ما عندي استعداد جيب وحدة جديدة وعلمها. كله شهر ورح نترك بورسعيد. متفكرينيش لحسن، كل ما بفتكر إنك حترجعي مصر بتضايق خالص. بس تعملي حسابك حتيجي فرحي حتى لو كنتي فين ساعتها. ده أكيد. هتصدقي لو قلت لك اني كنت لسه بفتكر يوم ما اتقابلنا هنا. اتفضلي. يوميها انت كنت جاي من عمليه نجحت وكنت مبسوط قوي. يوميها انت كنت جايه متضايقه شايله 100 حمل زي النهارده. مظبوط. يعني من يوم ما هربت كل ما الدنيا بتقفل في وشي بفكر نفسي ان انا سبت ورايا حاجه وحشه قوي واني لازم افكر في اللي جاي وبس عشان اللي انا رايحه له هو الاهم والاكبر. بس الحقيقه هي ان انا لسه متأكده باللي فات. ولما انت متاكده انها حاجه وحشه وانت اللي سبتيها ليه ما تحاوليش تنسي؟ مش بخاطري. اصل انا كلمت جارتي اطمنها عليا ولقيتها بتقولي ان هم بيدوروا عليا وانه بالهم مش هيهدى لحد ما يلاقوني. وانا خايفه يلاقوني ويأذوني او يأذوا جليله اللي ملهاش اي ذنب غير ان هي فتح لي بيتها. كل ما بحاول انسى الظروف الصعبه اللي مريت بيها الاقي اللي يفكر. وكل ما افتكر ان انا خلاص هوصل اللي انا عايزاه الاقي نفسي بعدت اكتر.
أنا مش عارفة أنا بقولك الكلام ده كله ليه، ومش عارفة حتى لو هتفهم حاجة من اللخبطة اللي أنا بقولها دي ولا لأ. يمكن أنا مش فاهم من اللي بيدور جواكي. عمري ما هضغط عليك إنك تحكي، بس أقدر أجزم إني حاسه، حاسس بالألم اللي أنت مش قادرة تخلصي منه حتى ما أنت بتحكي. وبتمنى إني أكون سبب حتى لو للحظة إنك تنسي الألم ده. كل ما تلاقي حاجة بترجعك للي هربت منه لازم تفكري في بكرة، في الحاجة الأهم اللي أنت بتقولي إنك رايحة لها. هو ده بس اللي مضايقك ولا في حاجة كمان مضايقاكي منه؟ أمال ليه رجعتي لي ده؟ عشان أنا قلت لك إن عندي حاجة تخصك، وأنا مش متعودة آخد حاجة بتاعت حد. وإذا كان صاحبها عايزة تفضل عندك، ما يصحش ترجعيه وأنا بقول لك إنه عايزه يفضل معاكي، إلا لو كنتي مش عايزاه. هعتبرها ذكرى منك عشان وقت ما تسافر. أصل أنا سمعت من مدام عايدة إن أنتوا هتسافروا مصر. مظبوط، احتمال، بس الحقيقة أنا مش عارف لو هنرجع مصر ولا لا. وقلت لهم ملوش لزوم، بس هم مصممين يعزمونا، فاتفقت معاهم على يوم التلات. ما تأخذينيش يا حبيبتي ان انا ما رجعتلكيش، بس انتي دلوقتي مش غريبة، انتي زيك زي عزيز. انا دايما كنت بقول لما عزيز يتجوز مراته هتبقى بنتي اللي ما خلفتهاش. طبعا يا طنط، على العموم انا هشوف مع ماما ظروفها ايه يوميها. ظروف ايه يا حبيبتي؟ قصدي يعني هشوف مناسبها ولا لا. هم قالوا لي انهم عازمينك انتي وعزيز معايا، ما جابوش سيرة نظيرة. ده أنس وتشرف طبعا، بس أخاف إنها تتحرك. بس يا طنط أنا معرفش ماما هتوافق يعني أروح لوحدي ولا لأ. لوحدك ده إيه؟ أنت رايحة مع عريسك ومامته. يا سارة لازم تتعودي من هنا ورايح، ده هيبقى بيتك ودي عيلتك. أمورك تتظبط على أمور جوزك وظروفك على ظروفه. البنت لما تخرج من بيت باباها وتروح بيت جوزها تدخل في طوعه. يعني إيه؟ يعني تسمع كلامه وما تعصاش أمره. طبعاً يا طنط أنا كنت بشوف ماما مع بابا كده دايماً. إيه؟ مع إنه مات صغير وما توعيش عليهم قوي مع بعض. يعني أنا فاكرة إن عمرهم ما كانوا بيتخانقوا جامد، وإن ماما عمرها ما كانت بتعلي صوتها قدامه، وهو ما كانش بيهون عليه زعلها. آه، ما هو أصله كان طيب. وعزيز زيه، ما فيش أطيب منه. ايه ده؟ انا ما كنتش عارف انك هنا. طنط عزمتني اشرب معاها الشاي. عزمتني ايه بقى؟ حضرتك قلتي ان بنتك وصاحبه بيت. لا يا حبيبتي، انا قلت ان بيتي هيبقى بيتك وهتنوريه. هقوم احضر لك العشاء. هتتعشي معانا يا حبيبتي؟ لا يا طنط، انا يا دوب اروح. طيب انا هوصل ساره يا ماما وارجع على طول. سعيده يا طنط. سعيدة يا حبيبتي. أشوف حضرتك يوم التلات. ادخل. إيه ده، أنت ماشية؟ أيوة، وقلت لك يا أمين مفيش حاجة نتكلم فيها. طب كويس إن أنا لحقتك. كان في زبون بيسأل عليكي. أقول له إنك هتنزلي له الصالة ولا أقول له يتفضل هنا؟ هنا فين؟ ما انا سامع انك قررتي انك تغيري اسلوبك في الغناء وفي التايمر، فقلت اهو بجمله التغيير. كنت هرد عليه الرد اللي انت بترديه في العادي، لكن قلت اسالك يمكن يكون ليكي راي تاني.
كويس انك سألتني، مش عشان اجابتي هتتغير، لكن عشان العلاقة بينا اتغيرت. انت جرسون في المكان اللي انا بغني فيه، وبكره بقى النجمة بتاعته، ومن هنا ورايح تتعامل معايا بالاساس ده، وتحط بينك وبيني نفس المسافة اللي بتحطها بينك وبين أي حد بيطلع على مسرح أوجيني. ولازم تبقى فاهم يا أمين إن اللي ما يخليش بيننا حاجة ولا حتى كلام مش إنك معترض على شغلي، لأ، لإنك حتى لو وافقت أنا مش موافقة عليك يا أمين. أنا اللي مش عايزك. اتأخرتي على ميعادك. معلش ما لقيتش حنطور بسهولة، والمعدية كانت زحمة قوي، كنت لازم استنى اللي بعدها. أنا آسفة. مفيش داعي للأسف، أنا بس كنت هتضايق لو كنت رحت الشغل من غير ما أصبح عليكي. صباح الخير. صباح النور. أنا آسفة. كريمة. كل يوم عندي ساعة راحة في الشغل على الساعة 2، وبروح نفس المكان. لو في يوم لقيت الشمس طالعة ممكن تجيبي نادية وتيجوا انتوا الاثنين تتشمسوا، تبقى فرصة اشوفكوا الاثنين. ايه ده؟ نازل متأخر النهاردة يعني؟ خدني معاك بقى. طبعا اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. اتكلمت مع صوفيا؟ انا عديت عليها زي ما وعدتك، بس ما كانتش موجوده في المحل. خدت منها موعد تاني؟ قلت لها هنعدي عليها اخر الاسبوع علشان اقيسه، بس لحسن ومامته وبابا جايين يزورونا اخر الاسبوع. خلاص صار حسن من غير تكليف. الله، مش في مقام خطيبي؟ تخيلي انت وبيك تتجوزوا نفس اليوم. بص عليكي يا عايده، ليكي نفس تهرجي في الموضوع ده؟ ده انا بيركبني العصبي كل ما بتيجي سيره الست دي. طب مش قلت انه الموضوع خلاص رح ينتهي؟ باين كده. بابا مزاجه متعكر، شكلهم متخانقين. طب المهم يضلوا متخانقين ولو اتصالحوا. هفضل ورا لحد ما يبقى مش مرتاح للقرار ده. انا عارفه اني صعبانه عليه، كل ما بعمل نفسي بعيط أو بجيب سيرة الموضوع بصعب عليه زيادة. طب فرضي من بعد كل هيدا اللي عم تعمليه فضل مصمم. ما ظنش. وحتى لو حصل برضو عندي الحل. شو؟ تتخانقي معه؟ أبدا. هضحي بنفسي بجد في سبيل سعادته. هموت نفسي. هفضي علبة دواء من عنده وافتكر اني بلعتها كلها، وساعتها you
هو قال لك كده؟ بصراحة أنا كنت فاكر إنه بيبالغ، بس لما لقيتك قافلة بدري امبارح ابتديت أنا كمان أقلق. لا أبدا، أنا بس ما كانش ليا مزاج أشتغل. أنت مالكيش مزاج؟ كده هقلق زيادة. لو عايز تقلق بجد اقلق على صاحبك، خليه يركز في مستقبله، ياخد باله من خطيبته وينساني. لو كان قادر كان نسيكي من زمان. عزيز مش عارف يبقى معاكي ولا قادر يشوف حد تاني غيرك. إحساس إنه ممكن يظلمها احتمال يعذبه، لكنه أكيد حاسس إنه مش من العدل إنه يحب حد ويفضل بعيد عنه. إيه الرومانسية دي كلها؟ طب هو عاشق والهام مش عارف يطلع من الخيال، وأنت؟ أنا مش عارف أدخلها. دي تستاهل جايزة. يا مين؟ خليتك تقع بلسانك. شوف أنا أعرفك بقالي قد إيه، عمرك ما فتحت لي قلبك في الموضوع ده. أنا حتى ما أعرفش كنت حبيت قبل كده ولا لأ، مع إن أنا حكي لك كل حاجة حصلت لي. يا ترى الجايزة دي تاخدها عايدة ولا حد تاني؟ أنت مش بتخبي مشاعرك يا صفية، عشان كده قادرة تتكلمي عنها عادي. أنت بتخبي اللي بتحسه؟ أنا بخبي اللي ما حسيتوش. كان في حاجات كتيرة قوي كان نفسي أعيشها، استنيت العمر كله بس ما حصلتش. كنت ابتديت أصدق إنها مش موجودة، أو على الأقل إنها مش مكتوبة لي. حاول ترضى باللي اتكتب لك، زعلش على ما حسيتوش. وانت عندك وقدامك اللي حاسس بيه، مستنيك تحس بيه. يا ريت كان ينفع. ليه ما ينفعش؟ عشان يوم ما قلبك يحس مش هتقدري تمنعي، ولا ألف واجب ولا ألف كلمة صح أو غلط هتمنعه من إنه يحس. اللي أنت عملتيه ده صح. وجعته قوي أنا عارف، لكن على قد الوجع اللي كان جواي. والوجع ده ما كانش بس من كلامه، لكن لاني عارفه اني لو كنت بحبه كان يمكن استحمل، بس انا ما بحبوش. برضو مش غلط. ساعتها ما حد بيحبك في وقت انت محتاجه تحسي بالحب ده، توهمي نفسك ان انت كمان بتحبيه. لما بتكتشفي ان انت ما بتحبهوش بتحسي بالذنب، لانك عارفه ان هو بيحبك، فبتحاولي تقبلي، بس هو بيبقى عارف، بيبقى حاسس ان انتي بتحببي نفسك فيه ومش عارفه. فبيجي عليكي كويس انك فقتي منها لوحدك من غير ما تخسري نفسك. وانتي ايش عرفك بالكلام؟ انت حبيتي قبل كده ولا ايه؟ اتحبيت او فاهمه يعني ايه انه راجل يبقى مع ست
وهو بيحبها وهو عارف ان هي ما بتحبوش. عشان كده بقولك ان اللي انت عملتيه ده حتى لو وجعكم دلوقتي ده احسن ليكم قدام. توبة، لو قلتي يا حب تاني احدفيني من الشباك اللي بره ده. المشكلة انك مش انت اللي هتقولي ولا هتختاري، هو اللي بينقينا ويقول ويشاور علينا حتى لو احنا مش عايزين. اتفضلي. نورتي بيتك يا عروسة. نبيها. أيوة يا سيدي. باركي للست نعمات ست البيت. شوفي تشرب ايه على ما اطلع اجهز الشنطة علشان مسافرين. مبروك يا ست هانم. الله يبارك فيكي. عقبالك يا نبيها. واعملي حسابك في عمال هيجيبوا اوضه نوم جديده تتفرش على ما نرجع من شهر العسل، ولما العروسه ترجع تبقى تشوف لو حابه تغير اي حاجه تانيه في البيت. خلصي يا نبيها واعملي اللي قلتلك عليه. فريد، أنت رايح على المستشفى اليوم؟ لا، ليه؟ لأنه كريمة خلصت شغل وبدها تمشي، بس كنت عم فكر إلا تضل مع نادية شوي، هيك بنظهر بنتعشى أنا وياك برا، شو رأيك؟ هو أنا ما عندي شغل النهاردة في المستشفى، بس في مريض عملت له عملية ومفروض أروح أطمن عليه، أنا آسف مش حاضر. طيب منخليها غير نهار. خلاص يا ستة، إفراج، فيك تمشي. على إذنك. عندك شغل كتير؟ لا. محتاجاني في حاجة؟ لا، يعني إذا مش ضاهرين وقاعدين بالبيت على القليل نقعد مع بعض بدل ما نحن كل واحد فينا لوحده. طبعا. عينة الحين يعني الجو برد. اتفضلي وصلك الطريق. البرد ده عايز له مروه مشوي. ابو فروه شتان، طالما مش عارفاها بكل اللغات لازم تتعرفي عليه بنفسك. طب والمريض اللي حضرتك كنت رايح تزوره؟ ما هو انا كل ما رحت له متاخر كل ما يبقى احسن عشان يكون فوق.
حلوة قوي. أحلى حاجة إنك تمسكيها تتدفي بيها الأول. في باريس طول ما أنت ماشي في الشارع تلاقيه بكل أشكاله. هو حضرتك زرت باريس قبل كده؟ أنا كنت عايش في فرنسا، درست هناك. بس عمري ما كنت متخيل إن أنا هرجع أعيش في مصر. لغاية ما عقلت، أو الحقيقة عقلت نفسي. كنت عايش في باريس؟ في باريس. كبيرة قوي. جدا. طب وفيها مصريين كتير؟ طبعا. وكنتوا تعرفوا بعض هناك؟ في ناس قابلتهم عن طريق المعارف، وفي ناس قابلتهم في حفلات سفرتنا هناك. تعرفي حد في باريس؟ لا، بس مامتي كان عندها قرايب من بعيد عايشين هناك، وكان نفسي من زمان اعرف اوصل لهم. طب لو تعرفي اساميهم بالكامل ممكن نحاول نوصل لهم عن طريق السفاره لو حبيتي، او ممكن تقولي لي اساميهم كده يمكن اكون اعرفهم. مش فاكره، على ما اظن طنط ساميه وبناتها اساميهم سلوى وافتكر فايزه. انت متاكده انك تعرفيهم؟ يعني انا لو اديتك اساميهم بالكامل هنعرف نوصل لعنوانهم؟ طبعا نقدر نجرب من بكره لو حبيتي. طب ليه بتقول ما كنتش هتركب؟ عشان كنت حاسس ان العيشه هناك شبهي اكتر. يا ريت كنا بنختار العيشه اللي شبهنا، أو نعرف هو إيه اللي شبهنا من الأساس. الحاجات اللي شبهنا هي الحاجات اللي بنعملها من غير مجهود، أو نبقى عايزين نصحى الصبح عشان نروح لها، أو نسيب كل حاجة عشانها. طب تفضلي قبل ما يبرد، ولا يكون ما عجبكيش ومكسوفة تقولي لي. لا والله أبدا، ده من أحلى الحاجات اللي جربتها من ساعة ما جيت بورسعيد. فكرة أول يوم اتقابلنا فيه عمري ما كنت متخيل إنه هيجي اليوم ونقعد مع بعض القعدة دي. شكرا شكرا شكرا. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده.
كده. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب، مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب، لا أنا قادرة من حبك أخف ولا قد أعراض الانسحاب. أنا مدمنة ولا قد أعراض الانسحاب.